يلا هلأ لارا ورشا بدهم يناموا. هذا البيت بده مرة تهتم فيه. بنتي أنا ما رح أقبل إنه تيجي وتربي أولاد العالم أبداً. رح أعطيك فرصة كمان، بعات أولادك على أي مكان ورح نقبل عرض الزواج. المحكمة المحلية حتتخذ قرار، وهالقرار هو إنك تبيع بيتك بالمزاد العلني وترك الأولاد بملجأ الأيتام. ليك شام، أنا هلأ شفت السيد كمال وقال لي إنه هو بذاته رح يحاكي المحكمة مشان بيع البيت بالمزاد العلني، وكمان بعت لك شوية مصاري مشان جهز حالك. خدن. وكمان قال لي إنه موعد الزواج تثبت الأسبوع الجاي. وسألني إذا حتترك الأولاد بملجأ الأيتام، قلت له إيه. شو كان عم يقلك عمو عبدو بابا؟ أعطاني مصاري انت شو بعت بابا؟ بعت حالي. لقيت شغل مع السيد كمال بقرية قريبة وطلبت منه سلفة، وهو بعتهن مع العم عبده. رشا، رشا، رشا. ايه بابا، شو في؟ بكرة بدنا نروح على الملاهي، صار عندي شغل جديد ورح أخذكن معي. عن جد بابا؟ ايه عن جد. يلا نامي.
من شوي حكاني بابا وقال لي إنه رح ياخدنا بكرة على الملاهي. على الملاهي؟ لك إيه إيه ملاهي، ورح نتسلى كتير. يلا ننام هلا. هلا شوف، أول ما توافق على عرض الزواج حناخد سلفي من السيد كمال، يعني لنعطي المحكمة، على الأقل رح ننقذ البيت. ولما ترجع أنت ومرتك على البيت خليه تتفهم الوضع، ساعتها رجع أولادك لعندك وخليهم يعيشوا معكم. اختي رشا فيقي، بدنا نروح على الملاهي. فيقي اختي رشا. بابا يلا فيق، بدنا نروح على الملاهي. يلا فيق بابا، انا بدي روح. طيب فقت. لك لسه في وقت يا لارا، نامي. انا مو جاي عبالي نام. بابا يمكن هاي اختي لارا من الفرحة ما نامت طول الليل، لأنه قلت لها رايحين على الملاهي اليوم. يلا قومي لابسيني، وإلا منروح على الملاهي لحالنا ونتركك هون. عن جد؟ ايه بابا هو اللي قال هيك. اها لا 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 لا، كيف نحن بدنا نروح ونتركها لحالها هون؟ أنا بحياتي ما رح أترككم أنتو تنتين لحالكم. أنتوا ولادي الحلوين، يلا يلا جهزوا حالكم وبعدين رح نروح على الملاهي. بسرعة 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 بسرعة. يلا 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 يلا. بدي منكم تسامحوني يا ولادي، لأنه ما عندي أي خيار تاني، بس كل شي عم بعمله لمصلحتكم يا ولادي.